السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ مع حصه جديده لينا في مديول السي ان اس، وحصه النهارده من اهم الحصص بتاعه السي ان اس. جزء البافورجي في السي ان اس صغير وعاوزين نهتم بيه ونشطبه كويس، عشان هو هيجي لك منه سؤال او سؤالين على الاقل، او سؤال مثلا. السؤال ده نكون ضامنينه 100%، يعني باذن الله ادخلك الامتحان وانت ضامن سؤال البافورجي معاك. من ضمن الاسئله النظري اللي بتيجي كتير واسئله ام سي كيو في الجزء ده، مرضنا النهارده من اهم الامراض اللي حضرتك ممكن تاخدها في علم البيدياتريكس، علم الاطفال. هتدرسه في علم الاطفال بالتفصيل. المرض بتاعنا يا دكاتره هو اسمه هيدروكيفالس. عاوزين ناخد فيه تعريفه، اسبابه، يا ترى بيحصل ازاي، وهي انواعه، وهي المضاعفات اللي نتج عن المرض ده. تعال معرفك الاول بدايه، يعني ايه كلمه هيدروكيفالس يا دكتور؟ كلمه هيدرو يعني ووتر، كلمه هيدرو يعني ووتر، وكلمه كيفالس يعني برين. كلمه كيفالس يعني ايه يا دكتور؟ يعني برين، معنى كده بالعربي يعني ميه في البرين. هو في ميه في البرين يا دكتور؟ اه في ميه في البرين يا حبيبي. ايه الميه اللي موجوده في البرين؟ قال لك الميه اللي موجوده في البرين اسمها سي اس اف، سيربرو سباينال فلويد. طب هو ليه يا دكتور ربنا يخلق ميه في البرين؟ اولا البرين ده النسيج انا عاوز احميه، عشان احميه احط حواليه طبقه من الميه، واحط جواه طبقه من الميه عشان تقدر تمتص الصدمات باكبر صوره ممكنه. غير كده هو ليه فوائد كتير جدا هتاخدها حضرتك في الهيستولوجي، داس عليك كامل، اسمه السي اس اف، ماليش دعوه بيه دلوقتي. اللي يهمني يعني ايه كلمه هايدرو وكيفرس؟ قلت لك هايدرو يعني ميه، وكيفرس يعني برين، يعني ميه في البرين، وقلت لك الميه بتاعت البرين اسمها سي اس اف. لحد دلوقتي ده نورمال. امال احنا بنتكلم في باثولوجي ازاي؟ الباثولوجي يعني ابنورمال. ايه هي الابنورماليتي اللي هنا؟ ان كميه السي اس اف دي زياده، كميه السي اس اف دي زياده. طب هو السي اس اف مش قلت لك بيكون موجود حوالين الدماغ او حوالين السي ان اس، وموجود كمان جوه الدماغ؟ انت تعرف ان هو موجود حوالين السي ان اس، واظن ان معظمكم يعرف الكلام ده، موجود في منطقه اللي تحت الاركينويد، وكلمه تحت يعني صب، يعني موجود في الصب اركينويد سبيس، لكن انت ما تعرفش هو موجود فين في الدماغ. عاوز اقول لك موجود في مناطق متسعه. المناطق المتسعه دي تستحق لقب فينتريكل. تستحق لقب ايه ده كابتن؟ فينتريكل. فمعنى اقول لك ان في منطقه واسعه بتحتوي على فلويد، فده معناه في الطب فينتريكل. اما خدنا في الهارت قلت لك ان في غرفه كبيره بتحتوي على بلاد، سميناها فينتريكل. الغرفه الكبيره اللي بتحتوي على سي اس اف في البرين اسمها فينتريكل. الفنتريكل ده منه انواع، في ثلاث انواع من الفنتريكلز عند حضرتك في الدماغ. كل فنتريكل من دول مشترك بيه او مشترك فيهم ان هم بيحتووا على السي اس اف، بيحتووا على السيريبرال سباينال فلويد. طب ايه برضه المشكله بتاعت الهيدروكيفالوس؟ ما انا قلت لك ان السي اس اف زاد. فتخيل ان السي اس اف زاد اللي موجود جوه الفنتريكل دي، يعني الصوره ديت نورمال يا حبيبي. الصوره دي نورمال. السي اس اف لما يتراكم هنا ايه اللي يحصل؟ شايف الفنتريكل اللي كان صغير ده؟ تخيل معايا بقى حجم الفنتريكل ده عامل ازاي لو سمحت. بص معايا حجم الفنتريكل بقى عامل ازاي؟ يعني حجم الفنتريكل حصل فيه دايليتيشن، وده نورمال ولا ابنورمال؟ الصوره ديت هي الابنورمال يا حبيبي. يبقى المرض بتاعنا عباره عن زياده السي اس اف في الفنتريكلز اللي موجوده جوه الدماغ، فادت الى دايليتيشن اوف ذيس فنتريكلز. الفنتريكلز ديت حصل فيها دايليتيشن، سببه ايه؟ زياده تراكم السي اس اف. واحد يجي لي كده ويقول لي ايه المشكله برضه؟ يعني ما يتراكم السي اس اف ما يحصل دايليتيشن في الفنتريكل؟ اقول له تعالى لي. تعرف ان الدماغ من اكتر الانسجه الحساسه في جسمك. اما كنا بناخد قبل كده الاورام الحميده، كنت اقول دايما ان الاورام الحميده ليست خطيره،
الا في بعض الحالات من ضمنهم ان هي تكون موجوده في منطقه حساسه. يعني تخيل معايا ورم حميد موجود في الجلد بتاعك، هيأثر عليك حاجه؟ والله ما هيأثر، شكله بيبقى وحش شويه وهنشيله. لكن تخيل معايا ورم حميد جوه الدماغ، هيضغط على الدماغ، وما يضغط على الدماغ يسبب فيها ضمور، الضغطه دي بتسبب ضمور. طب ما يحصل دايليتيشن، الدايليتيشن ده هيضغط على البرين تيشو، هيضغط على نسيج الدماغ، فما يضغط على نسيج الدماغ يؤدي الى ايه يا دكاتره؟ يؤدي الى بريجر، الضغط ده بينتج عنه اتوفي، بنسميه بريجر اتوفي. يبقى لما نيجي نعرف الهيدروكيفالوس، وخلي بالك تعريفه في غايه الاهميه، مهم جدا. يعني ايه كلمه هيدروكيفالوس يا حبيبي؟ بالعربي نسبه السي اس اف زادت، فالفنتريكل حصل فيه دايليتيشن فضغط على البرين تيشو فسبب بريجر اتوفي بكل سهوله. اقرا معايا التعريف من المذكره كده، قال لك هو عباره عن ابنورمال دايليتيشن اوف ذا فنتريكلز اوف ذا برين. سببه ايه يا دكتور؟ اكسس اكيوميليشن اوف سي اس اف. وكل كلمه في الباثولوجي بميزان، انا بقول لك اكسس اكيوميليشن اوف سي اس اف لانه طبيعي اصلا ان السي اس اف بيأكيوميليت في البرين، ما هو السي اس اف مكانه البرين. فما تيجي تقول لي ابنورمال دايليتيشن اوف ذا فينتيكلز اوف ذا برين ديو تو اكيوميليشن اوف سي اس اف، وتيجي تراجع اخر السنه وتعمل تظلم وتلاقي نفسك كاتب زي نموذج الاجابه، فعلم لي على كلمه اكسس يا حبيبي، زياده عن الطبيعي، زياده عن النورمال ليفل اللي عند حضرتك، فده يؤدي الى دايليتيشن اوف ذا فينتيكل. فالدايليتيشن ده ضغط اكومبانيت باي، يعني مصاحب بيه بريجر على البرين تيشو، يعني مصاحب بيه بريجر اتوفي، وده اللي يعمل المشاكل في الهيدروكيفالوس. هتاخده في البيدياتريكس بعد كده بالتفصيل، مش حد هيشرحه لك من الاساس، كله هيعرف يعني انت عارف هيدروكيفالوس. ما تفتكرش يا حبيبي انك في البطنه والاطفال حد هيجي يقول لك يعرف لك يعني ايه المرض، ما انت واخد باثولوجي ليه؟ ما انت واخد باثولوجي عشان كده. الباثولوجي احنا عندنا بنعرف شيء عن كل شيء، لكن انك ما بتعرفش كل شيء عن شيء واحد، لا لا، انت بتعرف معلومات عن كل مرض، فانت مش مطالب منك تشخيص هذا المرض، هتعرف بعدك، ولا مطالب منك بعد البطن انك تشخص، كل واحد هيتخصص بعد كده. فما حدش يفتكر نفسه اه ده انا ما عرفتش اشخص كذا مرض معين، ما تتخيلش انك هتشخص مرض باللي انت بتاخده دلوقتي، انت لسه في بناء البيز بتاعك، انت لسه بتبني القاعده بتاعتك، والقاعده الطبيه بتاعتك اهم ماده فيها باثولوجي وفارماكولوجي، الاثنين دول لا يعني ما فيش غنى عنهم في البطن او في الاطفال. فليك انت لو في اي حد بيكره، يا عم سيبك مني، لو انت بتكره باثولوجي او بتكره فارما ما تكرهاش، لانك لو كرهتها تكره الطب، فما ينفعش، فحاول تحبب نفسك فيها باكبر قدر ممكن يعني. طب حلو، احنا كده خلصنا التعريف، ابنورمال دايليتيشن في الفنتيكل يا دكتور بسبب اكسس اكيوميليشن اوف سي اس اف فضغط على البرين فسبب فيجر اتوفي. بعد كده هتلاقي باراجراف صغير بيكلمك عن النورمال سيركيوليشن اوف سي اس اف، بيكلمك عن ايه يا حبيبي؟ النورمال سيركيوليشن اوف سي اس اف. ايه النورمال سيركيوليشن بتاعت السي اس اف ده يا دكتور؟ مش فاهم يعني. بص يا حبيبي دلوقتي احنا عشان اما نعرف اسباب السي او اسباب زياده السي اس اف، هو انت عارف السي اس اف ده بيطلع من فين؟ عارف السي اس اف ده بيحصل له درينج ازاي؟ عارف السي اس اف ده الطريق اللي ماشي فيه؟ لا طبعا. فانا دايما بشبه ان السي اس اف سيركيوليشن الدوره بتاعت السي اس اف بالحوض بتاع الحمام او بتاع المطبخ. الحوض فيه حنفيه والحوض نفسه، والحوض بيبقى ليه بلاعه. الحنفيه ده اللي بيفرز السي اس اف، والحوض ده المكان اللي موجود في السي اس اف، والبلاعه ده المكان اللي بيحصل منه الدرينج للسي اس اف. طب بص معايا، انا مش عاوزك بس تتسرع في الفهم بتاع السيركيوليشن، انا عاوزك تهدى معايا، هشرح لك مره واثنين وثلاثه واوريك فيديو جرافيك يخليك تتخيل الموضوع، والله بحلف بالله ما هتتخيلها لا في هيستولوجي ولا في اناتومي قد ما انت هتتخيلها معايا. لان انا بالنسبه لي عندي قاعده في الطب، يعني اول او نون، اما افهم المعلومه اما ما افهمهاش. فانا ممكن اشرح لك النورمال سيركيوليشن والله في دقيقه، اشرح لك في دقيقه بس شقلب وقلب، وبقول قلت لك الكلمتين اللي عندك، وأسم لك رسمه عبيطه حضرتك ما تفهمهاش اصلا وهتبصمجها، والمعظم بيسمها ويبصمجوها. لا لا لا، انا عاوز افهمك صح
لانك هتفهم وتقسم معايا الموضوع ده، والله هينفعك في البيدياتكس بعد كده. ولو حضرتك معاك الورق بتاعي بعد كده باذن الله، الورق ده هتفتحه ساعتها وتدعي لي. فبص معايا على النورمال سيكريشن اوف سي سيل. قلت لك مثال الحوض الحنفيه والحوض والبلاعه. الحنفيه بتاعت السي اس اف عباره عن مجموعه من الاوعيه الدمويه. الاوعيه الدمويه ديت متوزعه في الفنتيكلز اللي عند حضرتك اللي انا عمال ارسمها دي كده. بص ادي الاوعيه الدمويه دي كده. الاوعيه الدمويه دي متجمعه، عارف كلمه ضفيره عصبيه؟ دي هي البريكيال بليكسس مثلا، الضفيره العصبيه بتاعت الدراع بنسميها بريكيال بليكسس، مش مشكله. كلمه ضفيره يعني تجمع من اوعيه او اعصاب او فينز. ما تربطش كلمه بليكسس بالاعصاب بس، لا، كلمه بليكسس معناها ضفيره. على فكره عندنا ضفيره في الدماغ عباره عن شرايين. الضفيره دي اسمها ايه؟ الضفيره دي هي اللي بتطلع السي اس اف. الضفيره دي يا دكتور اسمها كويد، اسمها كويد بليكسس. اسمها يا دكتور كويد بليكسس، ضفيره من الاوعيه الدمويه. على فكرة عندك في الخصيتين في التستس ضفيرة من الفينز اسمها بامبيني فورم بليكسس، مش مشكلة. عندك ضفيرة في الدراع من الأعصاب اسمها بيريكيال بليكسس. فكلمة ضفيرة في الطب، اعرف المعلومة صح عشان ما تبقاش كفتة. كلمة ضفيرة في الطب معناها أوعية، سواء بقى شرايين سواء أوردة أو أعصاب. فالضفيرة اللي بتطلع السي اس اف الحنفية، اكتب على كويد بليكسس الحنفية، اسمها كويد بليكسس. طب البلاعه؟ البلاعه عباره عن مجموعه من الفينز اللي موجوده في الدماغ، بيحصل من خلالها درينج. مش اللي درينج ده بيحصل من خلال الاورده. انت جسمك الطبيعي الخلايا بتاعت جسمك بتعمل ايه؟ بتتغذى من شريان وبتطلع الفضلات، بتمزح من خلال اورده، صح كده؟ طب كلام كويس. الاورده اللي موجوده في الدماغ بنستبدلها بحاجه اسمها ساينس. في ساينس موجوده هنا في الدماغ كده، الساينس ديت ماشيه، بص بطول الدماغ في النص كده، هتقرفكم في الاناتوم، هتاخدوها بالتفصيل الممل في الاناتوم. الساينس دي موجوده فوق ولا تحت؟ موجوده فوق، فنسميها السوبيو. يسمي الساينس ايه يا دكتور دي؟ يسميها السوبيو. طب موجوده في المقطع العادي ولا المقطع الساجيتال؟ موجوده في المقطع الساجيتال، فنسميها السوبيو ساجيتال. وهي بتبقى كبيرة عاملة زي الجيب، ما ينفعش نسميها فين، فنسميها ساينس، بنديها لقب اس اس اس، سوبيو ساجيتال ساينس. سوبيو ساجيتال ساينس، سوبيو لأنها موجودة فوق، ساجيتال لأنها موجودة في الساجيتال سيكشن، وساينس لأنها جيب مش وعاء أو مش فين عادي. طب حلو، يبقى أنت عرفت مكان الإفراز ومكان النزح او مكان الدرينج. اكتب لي على الكويد بليكسس الحنفيه، واكتب لي على السوبيو ساجيتال ساينس البلاعه. طب كلام كويس. ايه هو بقى المكان اللي بيجري فيه؟ نهر النيل ده المنبع، والمفروض ان هو في اثيوبيا. حلو كده، منبع نهر النيل، والمصب بتاعه مصر. المنبع هنا الكويد بليكسس، ده اللي بيجي من خلالها الميه السي اس اف، والمصب اللي هو مصر اللي هو السوبيو ساجيتال ساينس. المجرى ده مش بيعدي بدول كتير منها السودان مثلا؟ المجرى بتاع السي اس اف ده موجود في ايه؟ اولا هو بيطلع يا دكتور، السي اس اف بيتم افرازه خلال مجموعه من الحاجات الواسعه اللي موجوده في البين اللي اسمها الفنتيكلز، زي ما قلنا عليها قبل شويه. مطلوب منك تعرف اسماء الفنتيكلز دي ايه لو سمحت. فبص معايا كده عشان نعرف اسمائها واحده واحده مع بعض. اول فنتيكل هم مش واحد، هم اتنين، واحد موجود على اليمه دي وواحد موجود على اليمه دي. الفنتيكلز اللي عندي بتبقى موجوده في النص. الفنتيكلز اللي عندي بتبقى موجوده في النص، لا، الفنتيكل دي موجوده على اللاترال سايد. موجود فين يا دكتور؟ على اللاترال سايدز. فعشان كده يسموا الفنتيكل ده لاترال فنتيكل، يسموه يا دكتور لاترال فنتيكل. اللاترال فنتيكل ده بعد كده بيفتح في تشانلز عشان تصب السي اس اف في الفنتيكل اللي بعد كده، اسمه ايه؟ اسمه ثيرد فنتيكل. اسمه يا دكتور ثيرد فنتيكل. بعد كده الثيرد فنتيكل بيصب في قناه، القناه دي بتصب في الفنتيكل اللي بعد كده، اسمه
فورث فينتيكل. فانا عندي كام فينتيكل؟ عندي اربعه فينتيكلز، اثنين يمين اللي هو الاول والثاني، بس مش بنسميهم اول وثاني، لا بنسميهم لاترال فينتيكل. بعد كده الثيرد فينتيكل، بعد كده الفورث فينتيكل. الفينتيكل دي متصله بفتحات، شايف الفتحه دي؟ ادي فتحه اهي وادي فتحه اهي، بتوصل ما بين اللاترال وما بين الثيرد، وفي فتحه بتوصل ما بين الثيرد وما بين الفورث. الفتحات دي بنديها لقب ايه؟ قال لك الفتحات دي بنديها لقب فورامينا. الفتحات دي بنديها لقب فورامينا. الفورامينا دي موجود اسمائها في الاناتوم والهيستولوجي، انا مش هقول لك اسمائها عشان مش هلخبطك، انا بس عاوز اسم ضغط او اسم فتحه واحده. شايف الفتحات اللي بتوصل ما بين اللاترال والسيد فينتيكل؟ انا مش عاوز اسمائها، انا عاوز ان في فتحات بتوصل ما بين اللاترال وما بين السيد فينتيكل اسمها فورامينا وخلاص، لكن انا عاوز الضغط، ومش اسمها فتحه هنا، لا اسمها ضغط، لان الضغط طويله كده، شايف في حته طويله بتوصل ما بين السيد فينتيكل وما بين الفورس فينتيكل. الضغط دي اسمها ايه؟ اسمها اكوا ضغط اوف سيلفاس. اكوا ضغط اوف سيلفاس. ايه سيلفاس ده؟ سيلفاس ده العالم اللي اكتشف الضغط دي، اسمها اكوا ضغط اوف سيلفاس، بتوصل السي اس اف من الثيرد فينتيكل للفورس فينتيكل. طب يا دكتور بعد كده السي اس اف هيمشي ازاي؟ ما انا لسه ما وصلتش للسوبيريو ساجيتال ساينس. بعد كده الفورس فينتيكل بيفتح بفتحتين على الجناب، بص كده فتحتين على الجناب. المنطقه اللي بيفتح فيها او المنطقه اللي بيفتح فيها الفتحتين بتاعت الفورس فينتيكل دي، المنطقه دي اسمها بيزل، اسمها بيزل سيسترنا. اسمها يا دكتور بيزل سيسترنا، ليها اسامي تانية انا مش عاوزها دلوقتي لانها مش مذكوره عندي، انا بقول لك النورمال سيركيوليشن والكلام اللي موجود عند حضرتك. طب السي اس اف ده لما يطلع من هنا هيروح فين؟ قال لك هيطلع على المنطقه اللي المفروض يروح لها، السب اركنويد سبيس. فيبدا السي اس اف يملى منطقه السب اركنويد سبيس، يبدا يمشي في منطقه السب اركنويد سبيس، ماشي في السب اركنويد سبيس اهو، ماشي في منطقه السب اركنويد سبيس كده، ماشي في منطقه السب اركنويد سبيس لحد هنا بقى. وبص لي بيحصل الدرينج ازاي وحكمه ربنا في الاستراكشر اللي انا هحكيه لك دلوقتي. تلاقي عند حضرتك، مش انا قلت لك ان المننجيز قبل كده ثلاث طبقات؟ طبقه لازقه في البين اسمها البي مطر، اللي لازقه في البين دي مش هنرسمها. في طبقه انا هرسمها لك بالاخضر دي الاركينويد، اللي السبيس اللي تحتها اسمه سب اركينويد الذي يحتوي على السي سيف. والطبقه اللي بالاصفر ده اسمها الديو مطر الام الجافيه. الاركينويد هنا بص معايا، بص معايا ولاحظ بقى. الاركينويد هنا تيجي هنا في المنطقه دي كده وتعمل بوزات جوه السوبيريو ساجيتال ساينس. مش البوزات دي بسبب او بتكون عباره عن طبقه الاركينويد، وكلمه بوزات يعني فيلاي، فبنسمي البوزات دي اركينويد فيلاي. ادي البوزات دي ماشيه عند حضرتك، بص يطلع يعمل بوزات تاني كده في السوبيريو ساجيتال ساينس اهو. فتلاقي عندك الدم بيبدا من او السي اس اف بيبدا من الكويت بلكسس. الكويت بلكسس موجوده فين؟ متوزعه في الفينتيكلز اللي عند حضرتك، يعني متوزعه في اللاترال ومتوزعه في السيد ومتوزعه كمان في الفوس. ازاي مش فاهم؟ هو دول المنبع بتاع نهر النيل دوله واحده؟ لا، دول كتير، والدول دي بتصب في مجرى نهر النيل. معنى كده ان الدول دي تعتبر على المجرى بتاع نهر النيل وتعتبر هي المنبع برضه، بان نفس النظام. الفينتيكلز ماشي فيها سي اس اف، فهي جزء من السيركيوليشن وهي المنبع برضه، هي التي تحتوي على الكويت بليكسس. فالكويت بليكسس موجوده في اللاترال فينتيكل. ده انا ممكن اقول لك موجوده فين بالظبط، موجوده في غوف، بس مش مشكله مش مذكور عليك. موجوده في اللاترال فينتيكل، موجوده في الثيرد فينتيكل، موجوده في الفورس فينتيكل، بتطلع سي اس اف يمشي في اللاترال، يمشي في فتحات عشان يوصل للسيد، ويمشي من السيد عشان يوصل للفوس من خلال ضغط اسمها اكوا ضغط اوف سيلفس. طب من الفوس يوصل للسب اركنويد سبيس ازاي؟ من خلال منطقه حته اسمها بيزال سيستينا. وصل للسب اركنويد سبيس، السب اركنويد سبيس يمشي في السي اس اف، يمشي في السي اس اف لحد ما يطلع للسوبيريو ساجيتال ساينس. تلاقي الاركنويد، طبقه الاركنويد طلعت بوزات كده في السوبيريو ساجيتال ساينس اسمها اركنويد فيلاي. الاركنويد فيلاي بيحصل من خلالها درينج للسي اس اف،
فالسي السيف دايما في عملية إحلال وتجديد، وده طبيعة جسمك ودي حكمة من ربنا. تخيل لو مجرى نهر النيل المية كانت فيه راكدة، المية الراكدة في الأنهار بيكون مليانة شوائب، لكن مية نهر النيل ما أعظمها بتكون مية صافية. سيبك من المية اللي بتوصل لنا، شوية المية اللي بسبب الناس كلها بتهمل الزبالة والصرف بتاع المصانع والحاجات دي كلها، بس مجرى نهر النيل نفسه الميه فيه بتكون صافيه، الناس ممكن تشرب منها ليه؟ لانه يعني جاري. ده نفس النظام كده، السي اس اف دايما بيكون في حاله جريان. السي اس اف يطلع من الكويت بريكسس، يمشي في اللاترال فينتكل، الثيرد فينتكل، الفورث فينتكل، يمشي في السبعه كريدت سبيس، يحصل له درينج في السوبيريو ساجيتال ساينس. خلي بالك يا زعيم، ده اسمه نورمال سي اس اف سيركيوليشن. انا مش متخيل الموضوع يا دكتور، حقك مش تتخيله والله، فتعالى اما اخليك تتخيله اكتر كده واحده واحده مع بعض لو سمحت. بص معايا كده فيديو الانيميشن اللي انا جايبه لك عشان يوضح لك الموضوع اكتر واكتر. تخيل معايا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي عند حضرتك السنترال نيرفس سيستم، البين اللي هو السيربوم والسيربيلم والبين ستيم، وادي السباينال كورد، ده السي ان اس محاط بالمننجيز. المننجيز دي بتحتوي على سائل ازرق اهو، السائل الازرق ده اسمه ايه؟ سي اس اف او سيربو سباينال فلويد يا دكتور. السي اس اف ده تخيل، بص معايا شوف الرسمه اللي هو هيجيبها لك، قطع دماغ الشخص شايف وجابها لك بالايه؟ بص جابها لك كده بالعرض كده. ايه ده يا دكتور الرسمه دي؟ دي الرسمه اللي احنا راسمينها من شويه، دي اللاترال فينتيكل وده الثيرد فينتيكل وده الفورس فينتيكل، بس مش باين هنا قوي يعني. والسائل الازرق اللي هو مشاور لك عليه ده او اللي هو مظلل لك عليه ده عباره عن السي اس اف. طب كلام كويس، نكمل مع بعض. ادي ده السي اس اف كده، بيقول لك وظائف السي اس اف طبعا ميكانيكال بروتكشن، انتراكرينيال بيحافظ على الانتراكرينيال بريشر، ليه ميتابوليك فانكشن، مالناش دعوه بالحاجات دي، هتاخدها في الهيستولوجي بالتفصيل. ادي دي الفنتركلز بقى منظر 3 دي عشان تتخيلها. ادي ده اللاترال فنتركل يتصل بيه الثيرد فنتركل يتصل بيه الفورس فنتركل. بص معايا كده، عاوزك برضه ايه، شايف دي منطقه بقى السب اركنويد اللي ماشي فيها السي اس اف، هو بيعرفك الاماكن بتاعت السي اس اف الاول. تعالى بقى اما نشوف المجرى ماشي ازاي بالظبط. شايف اللي بالاحمر ده؟ ده الكويت بريكسس. لو تلاحظ الكويت بريكسس مش موجوده في منطقه معينه، لا لا لا، ده الكويت بريكسس ده متوزعه في اللاترال فينتيكل، متوزعه في الثيرد فينتيكل، ومتوزعه في الفورس فينتيكل. ماشي يا دكاتره؟ متوزعه في الفينتيكلز كلها بالتساوي يعني، او في الاكثر تكون بنسبه اكثر في اللاترال فينتيكلز بنسبه اكثر، هتاخدها في الهيستولوجي برضه، مالناش دعوه بالكلام ده. انا بس عاوزك تبص لي، ادي شايف ده اللاترال فينتيكل يا زعيم، اللاترال فينتيكل بيتصل بالسيد فينتيكل من خلال فتحتين هنا، ادي الفتحتين اهو، تاخدها في الهيستولوجي اسمها او في الاناتومي اسمها فورمن اوف مونو. ماشي، ادي الثيرد فينتيكل عند حضرتك، ادي الفورمن اوف مونو دي، بعد كده السيد فينتيكل بيتصل بالفورس فينتيكل من خلال دكت، اجيبها لك من فيو تاني بقى، من خلال دكت، الدكت دي اسمها اكوا دكت اوف سيلفس، اكوا دكت اوف سيلفس. بعد كده السي اس اف ده بيطلع من الفورس فينتيكل من فورمن كده، موجوده عند منطقه البيزل سيسترنا. الفورمن دي هتاخد برضه اسمها في الاناتوم اسمها فورمن اوف ماجندي، مش مشكله. المهم السي اس اف، بص بص طلع مال المنطقه دي، ايه المنطقه دي يا زعيم؟ دي منطقه السب اركنويد، دي منطقه السب اركنويد، عشان يحصل له درينش فين؟ شايف المناطق الحمراء دي؟ دي اللي هي الاركنويد فيلاي، الاركنويد فيلاي دي اللي بيحصل من خلالها درينج للسي اس اف. والاركنويد فيلاي دي بتنزح فين؟ في ساينس اسمها سوبيو ساجيتال ساينس. كده انا خلصت على فكره حصتنا، ليه؟ لان الباقي من حصه مبني على السيكيوريشن دي. حضرتك لو فهمت النورمال ايه؟ اما اجي احكي لك الابنورمال، يعني انا دلوقتي هقول لك اسباب الهايدروكيفالوس. طب ما اسباب الهايدروكيفالوس يعني ايه هي الاسباب اللي بتزود السي اس اف؟ ما انت افهم معايا احنا هناخد ايه؟ ايه هي الاسباب اللي بتزود السي اس اف؟ طب هو انا ممكن ازود السي اس اف ازاي يا دكتور؟ قال لك والله ممكن تزوده اول حاجه، حاجه من الاثنين، اما الحنفيه اللي عند حضرتك تفتحها زياده، مش انا قلت لك الحنفيه كويس بريكسس؟ زود او افتح الحنفيه. او اقول لك حاجه يا دكتور، لا سد البلاعه، البلاعه في الدهه، ايه هي البلاعه؟ السوبيريو ساجيتال ساينس. او انت ممكن والله تسد الحته دي او الحته دي او الحته دي، ثواني بس يا شباب، ممكن اسد اي جزء من الاجزاء دي. وبالتالي فكره الاسباب اللي احنا هناخدها دلوقتي مبنيه على حاجتين، اما افتح اما افتح الحنفيه زياده اللي هي الكويد بريكسس، اما سد البلاعه يعني اسد الطريق بتاع السي اس اف
فلو سمحت ركز معايا دلوقتي في اسباب الهيدروكيفالوس. ركز بقى معايا زعيم في اسباب الهيدروكيفالوس، واكتب لي عليه سؤال نظري مهم. اسباب الهيدروكيفالوس يعتبر هو اهم سؤال نظري. لو جالك سؤال كبير في السي ان اس ممكن يكون اسباب الهيدروكيفالوس، او لو جالك سؤال صغير ممكن يقول لك ديفينيشن اوف هيدروكيفالوس، سواء الكوزز او حتى الكومبليكيشن اللي هناخدها بعد شويه، فالاثنين مهمين جدا. ركز لي بقى في الكوزز لو سمحت. الاسباب قال لك والله انا قلت لك هتاخد الموضوع ده في البيدياتكس، مش معنى لان مشهور جدا اول ما العيل الصغير يتولد يتولد وراسه كبيره. وراسه كبيره ليه؟ نيجي نعمل اشعه، اشعه تورين مغناطيسي، نلاقي ان الفنتركلز عنده دايليتد. ليه؟ بسبب زياده السي اس اف. عاده اسباب الهيدروكيفالوس ما تكون كونجينيتال، وقليل يا دكاتره اما بتكون اكوايرد. يعني انا عاوزك تفهم الاشهر من اسباب كونجينيتال. يعني ايه كونجينيتال؟ يعني هو مولود بالمشكله دي، وده بتبقى اخطر طبعا. اما يعني ايه اكوايرد؟ يعني هو اكتسبها اثناء حياته، حصل ديزيز معين اثر على السي اس اف سيكيوليشن فادى الى زياده السي اس اف. هنعرفهم بالتفصيل. نبدا في الكونجينيتال لو سمحت. مش انا قلت لك انك لو عاوز تسد الطريق عند او تزود السي اس اف اما تفتح الحنفيه اما تقفل البلعه، تمام؟ او بص معايا كده وركز، شايف الطريق ده؟ المفروض الكويد بتطلع السي اس اف للفنتريكلز، والفنتيكل تصبها في الفوامينا، تصبها في الاكوا دكت اوف سيلفاس، بعد كده يروح للسب اركنويد سبيس، صح؟ تمام، كويس جدا. طب افرض انا قفلت الاكوا دكت اوف سيلفاس، العيل اصلا مولود بكونجينيتال ستينوسيس في الاكوا دكت اوف سيلفاس، او مولود بكونجينيتال ستينوسيس في الفوامينا اللي بتوصل اللاترال فنتيكل بالسيد فنتيكل، يبقى بالتالي اول حاجه في الكونجينيتال العيل اصلا يكون مولود بكونجينيتال استينوسيس. الكونجينيتال استينوسيس ده والله ممكن يكون في الاكوا دكت اوف سيلفاس، ودي اهم دكت عشان كده ذكر لك اسمها في الاكوا دكت اوف سيلفاس، او ممكن يكون الكونجينيتال استينوسيس ده في اي فوامينا من الفوامينا بتاعت الفنتريكلز. وانت هتاخد في الاناتومي اصلا عند حضرتك حاجه اسمها فوامينا اوف فنتريكلز، والفنتريكلز من اهم المواضيع اللي هتدرسها في الاناتومي، وعاده ما بتتلغيش عندهم، دي من الحاجات المقدسه في السي ان اس كده. فما تستعجلش، هتاخد اسماء الفوامينا بالتفصيل. والله يا دكتور انا لا مستعجل ولا حاجه، انا مش عاوز اخدها اصلا، انا مش غاوي علم ومش غاوي سي ان اس اصلا من البدايه، انا فيا اللي مكفيني وطالع من الجي اي تي حلي مهدود ومحدش عارف بحاله، وداخل على رمضان وربنا يعلم بالنفسيه يا دكتور. ربنا معاك يا حبيبي والله، انا عارف والله، انا عارف والله، ربنا معاك، ربنا معاك ويقويك ويعينك يا رب كده، وانت قدها باذن الله. انوي بس نيه خير كده، ونظم وقتك ونظم مذاكرتك ونظم اولوياتك، والدنيا هتبقى فل باذن الله. من ضمن الاسباب الكونجنتال اللي مكتوبه، جعل كده تعالى جعل، يلا سيب فدان الاحزان والمقاسي اللي موجود ونرجع مع بعض تاني في الكونجنتال كوزز بتاعت الهيدروكيفالوس. الكونجنتال كوزز يا حبيبي من ضمنها حاجه مكتوبه اسمها ارنولد، اسمها ارنولد كاري سندروم او مالفورميشن. الارنولد كاري مالفورميشن، مش ارنولد بتاع تقريبا ليفربول او كده، ماليش في الكوره، المهم لاعب كوره يعني. طبعا ده مش على اسمه، ده على اسم واحد تاني اسمه ارنولد. ايه ارنولد كاري مالفورميشن دي؟ بص معايا، شايف دي؟ دي السكال، السكال فيها فتحه تحت كده، اظن كلكم عارفينها. شايف الفتحه هنا، في فتحه تحت هنا كده، الفتحه دي اسمها ايه؟ الفتحه دي يا دكتور اسمها فورامين ماجنم. الفتحه دي اسمها فورامين ماجنم. الفورامين ماجنم دي هي اللي بيعدي من خلالها البرين ستيم، او اللي بيكمل ك سباينال كود. كلام كويس. شايف ده اسمه ايه؟ ده عباره عن السيربيلم. وشايف دي؟ دي المظله اوبولونجاتا اللي موجوده عند الفورامين ماجنم. لو حصل والضغط زاد في المخ او اي عيب خلقي هو مولود بيه، ان السيربيلم ده اثناء تكوينه حصل بروز من خلال الفورامين ماجنم، او المظله اوبلونجاتا دي يا حبيبي حصل لها بروز من خلال الفورامين ماجنم ده، الحاله دي بنسميها ارنولد كاري مالفورميشن. عباره عن ايه؟ عباره عن هيرنيشن اوف سيربيلم او مظله اوبلونجاتا من خلال الفورامين ماجنم. انا مش فاهم حاجه يا دكتور. في السي او في الجي اي تي، ما خدنا في الجي اي تي
كنا نقول لك في عيب خلقي، اعتقد انتوا خدتوه في الاناتومي او لو ما خدتوهوش ركز معايا، حاجه اسمها الفتق. عارفين الفتق؟ ان الجدار بتاع الوحاء الدموي يكون ضعيف. خدناه على فكره في الجي اي تي لو حد منكم ذاكر مع بعض، حاجه اسمها هينيشن. مش مشكله، الهينيشن معناها فتق. يعني ايه فتق؟ يعني الوول ضعيف بتاع الجهاز الهضمي او بتاع الانتيريو ابدومينال وول، وحصل بالجنج لجزء من الامعاء باه، فالبطن اهو يبقى في حته بالجنج كده، دي اسمها فتق. بتكون عند العيال الصغيره او عند الناس الكبيره 60 سنه او عند العيال بعد ما تتولد، ممكن يكون عندها فتق خصوصا في منطقه الانجوينا الكنال وهكذا. مش مشكله، انا عاوز بس المصطلح كلمه هيرنيشن اللي موجوده عند حضرتك. فتق يعني ايه فتق؟ فتق معناه ان الاستراكشر حصل له بالجنج من مكان، فده السيربيلم اهو او المظله اوبلونجاتا حصل لهم بالجنج من الفورم الماجنم، فده نسميه هيرنيشن. الهيرنيشن ده والله عيب خلق اللي اكتشفه واحد اسمه ارنولد كاري او اثنين علماء فسموهم على اسمهم، سموها ارنولد كاري مالفورميشن. يبقى اسمها يا حبيبي ارنولد كاري مالفورميشن. ايه ارنولد كاري مالفورميشن؟ هي عباره عن هينيشن. يعني ايه هينيشن يا دكتور؟ يعني بالجنج يا حبيبي، يعني الحاجه طلعت من مكانها، يعني بالجنج اللي بقى من فتحه معينه او من ديفكت معين العين مولود بيها. مشكلتها ايه يا دكتور؟ انت عمال تقول لي كده، مشكلتها ايه؟ مشكلتها ايه؟ مشكلتها يا حبيبي ان السيربيلم ده هيضغط على المنطقه بتاعت الفوس فينتيكل. شايف الفوس فينتيكل اصلا موجود هنا كده، الفوس فينتيكل موجود هنا، فالسيربيلم ده هيضغط هيحشر المنطقه دي كده فيقفل الفتحات بتاعت الفوس فينتيكل. فالسي اس اف مش هيعرف يروح للسب اركنويد سبيس، يفضل متراكم في الفوس فينتيكل. طب ما هو السي اس اف عمال يتفيز 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 ومش عارف يحصل له درينج، فيزيد كميته في الفينتيكل، يحصل دايليتيشن، تضغط على البين، تعمل بريشر اتوفي، هو ده الهيدروكيف. يبقى ثلاث اسباب كونجينيتال: ارنولد كاري مالفورميشن، كونجينيتال ستينوسيس في الاكوادكت اوف سيلفس، وكونجينيتال ستينوسيس في الفوامينا اللي بتوصل الفينتيكلز ببعضها. طب بالنسبه لبقى الاكواير دوكوزيس، الاكواير دوكوزيس فيها كلام كتير، وصراحه الباراجرافي اللي مكتوب عند حضرتك رخم شويه، فانا عاوز اسهل لك الموضوع. انا زي القاعده بتاعتي مش هغيرها، قلت لك عاوز تزود يا حبيبي السي اس اف، افتح الحنفيه زياده واقفل البلاعه، وهنا المثال هينطبق صح. هفتح الحنفيه زياده، ايه الحنفيه؟ الكويد بليكسس. اعمل مرض في الكويد بليكسس اسمه كويد بليكسس بابلوما. يعني ايه كلمه كويد بليكسس بابلوما؟ عشان افهمك الاسم او الورم ده بكل سهوله احنا هناخده بالتفصيل اولا، ما تستعجلش. الكويد بليكسس ما هي الا عباره عن فيلاي كده، الفيلاي ديت متغطيه بايبيسيليم، هذا الايبيسيليم الذي يفرز السي اس اف. الايبيسيليم ده اسمه ايه؟ اسمه ايبندايمال ايبيسيليم. طب هو الايبيسيليم ده لما يطلع منه ورم هيطلع في هيئه ايه؟ قال لك هيطلع في هيئه بابيلي، هيطلع في هيئه بوز. الورم ده حميد فنسميه بابيلوما، يعني بناين تيومر في هيئه بابيلي. طلع في الكويد بليكسس فنسميه كويد بليكسس بابيلوما. وهو كأي ورم في الدنيا، أي ورم تعريفه الرئيسي هو عبارة عن abnormal uncontrolled growth، يعني نمو غير متحكم فيه وبينمو بصورة بشعة، بصورة كبيرة جدا، فكمية الخلايا هنا هتكون كتير، فكمية السي اس اف اللي طالعة بالتالي هتكون زيادة جدا. يبقى هيزود السي اس اف ولا مش يزودها؟ يزودها. ودي اول حاجه، ان انا فتحت الحنفيه عملت كويد بريكسس بابلوم. تاني حاجه، اقفل البلاعه. طب ايه البلاعه اللي عندك؟ انا قصدي هنا بالبلاعه مش السيريو سيجيتال ساينس بس، لا هو مش السي اس اف ده بيمشي في الفنتريكل. افرض انا سديت الفنتريكل، هو انا كده مش هاثر على السي اس اف وامنع ان هو يحصل له درينج؟ همنع طبعا، لان افرض مثلا سديت الفورس فينتيكل، هو يعرف يوصل للسب اركنويد من غير ما يعدي على الفورس فينتيكل؟ لازم يعدي على الفورس فينتيكل. لو افرض انت حضرتك قفلت السب اركنويد سبيس، يعني قفلت السب اركنويد سبيس ده كده، افرض قفلت السوبيريو سيجيتال ساينس، اقول لك حاجه، افرض قفلت الاركنويد فيلاي اللي بتنزح في السوبيريو سيجيتال ساينس، يعني انا ممكن اقفل ايه يا دكتور؟ ممكن اقفل الفينتيكلز، او ممكن اقفل السب اركنويد سبيس، او ممكن اقفل السوبيريو سيجيتال ساينس، او ممكن اقفل الاركنويد فيلاي. كل حاجه منهم يا دكاتره ممكن تتقفل وممكن تؤدي الى هايدروكيفالوس. احنا بقى عاوزين نعرف ايه اللي يقفل الفنتيكل، ايه اللي يقفل السب اركنويد، ايه اللي يقفل الاس اس اس،
ايه اللي يقفل الاركينيوس فالات؟ اسهل بكتير من البراغيث اللي موجوده عند حضرتك. اللي يقفل الفنتيكل يا دكتور، واحده واحده كده مع بعض لو سمحت نركز مع بعض. اللي يقفل الفنتيكل ان يكون في تيومر ممكن يطلع في البرين يقفل الفنتيكل، يبقى اول حاجه التيومر، او يكون في صديد في الدماغ، يكون في ابسس ولا حاجه، التهاب حصل عليه ابسس والابسس ده هو اللي قفل الفنتيكل، يبقى اول حاجه تقفل الفنتيكل تيومر او ابسس. طب اللي يقفل الصب اركينويد سبيس؟ قال لك اللي يقفل الصب اركينويد سبيس انك تضغط عليه. طب بص معايا، شايف ده كده؟ ده السيربوم، حلو، وده اللي تحت السيربوم ده كده اللي انا هلونه بالاخضر ده اسمه السيبيلم، تمام؟ ما بين السيبوم والسيبيلم من ورا كده، عاوز الونها لك بلون تاني، تعالى اما نلونها لك بلون ازرق كده، شايف هنا كده حته هنا كده، الحته دي بتفصل ما بين السيبوم والسيبيلم، وبتبقى متغطيه او بتغطي كده، بص معايا، بتغطي السيبيلم، عامله زي الخيمه. عامله زي ايه يا حبيبي؟ عامله زي الخيمه، وكلمه خيمه باللاتيني يعني تنتوريم. يعني ايه؟ يعني تنتوريم. بتقول لي الكلام ده ليه؟ اصل المثال اللي بيقفل الصب اركينويد سبيس، او اللي بيقفل الصب اركينويد سبيس يا دكاتره، اسمه صب تن، بص معايا وركز، صب تنتوريال اوكيوباينج، صب تنتوريال اوكيوباينج ليجن. يعني ايه صب تنتوريال اوكيوباينج ليجن؟ ليجن اقصد بيها هنا ان في اصابه في المنطقه دي، بس ده اوكيوباينج ليجن. يعني ايه اوكيوباينج ليجن؟ يعني ليجن بتشغل مكان. تعال اما نرسمها لك او نحطها لك بلون تاني برضه كده، وركز معايا لو سمحت قوي. بص معايا، في ليجن هنا كده، الليجن دي هتعمل ايه؟ موجوده في السيربيلم، يعني تحت التنتوريوم ولا فوقها؟ لا تحت التنتوريوم يا دكتور، ما هي التنتوريوم دي هي الخيمه اللي بتفصل ما بين السيربوم وما بين السيربيلم. الخيمه دي في تحتها ليجن، الليجن دي شغله مكان اسمها اوكيوباينج ليجن، بتكون تحت التنتوريوم، بتدفع التنتوريوم لفوق كده. اما تدفع التنتوريوم، التنتوريوم يقفل الصب اركينويد، يقفل الصب اركينويد سبيس. يبقى تاني كده، ادي عند حضرتك السيربوم اهو، واحده واحده مع بعض، وادي عند حضرتك هنا السيبلم اهو، تمام، وادي هنا التنتوريوم كده. اما يكون في ليجن هنا هتدفع التنتوريوم لفوق، فالتنتوريوم تضغط على السب اركينويد سبيس وتقفله. يبقى بالتالي انك ممكن تقفل السب اركينويد سبيس بحاجه اسمها سب تنتوريال اوكيوباينج ليجن. طب مش ممكن اقفل الفنتيكل والسب اركينويد الاثنين مع بعض؟ يعني احنا ممكن نقفل الاثنين دول مع بعض؟ اه يا دكتور، ممكن اقفلهم الاثنين مع بعض. عن طريق ايه؟ يكون عند حضرتك مننجايتس، والمننجايتس ديت حصل بعدها كومبليكيشن. المننجايتس ممكن تؤدي الى ادهيجن فايبوسز، والفايبوسز ده يلزق الطبقات بتاعت المننجيز ببعض، او ممكن يلزق الفايبوسز ده ياثر على الفنتيكل ويلزقوا في بعض. المهم ان في التهابات في البين، التهابات في المننجيز اسمها مننجايتس. المننجايتس دي حصل بعدها ادهيجن ككومبليكيشن منها، فعشان كده بنسميها ايه؟ بنسميها بوست مننجايتس، بنسميها بوست مننجايتس ادهيجنز. ايه البوست مننجايتس ادهيجنز يا دكاتره؟ حاجات او المننجيز بتلزق مع بعضها البعض بعد المننجايتس، او بعد الالتهابات اللي بتحصل فيها. يبقى انا عشان اقفل البلاعه، اقفل الفنتيكل بتيومر او ابسس، اقفل السب اركينويد سبيس عن طريق سب تنتوريال اوكوباينج ريجن. انت لو اتشقلبت فوق راسك عمرك ما تفهم سب تنتوريال اوكوباينج ريجن الا لانك تعرف ان ما بين السيبوم والسيبيلوم في خيمه اسمها تنتوريوم. لو انا عملت ريجن تحتها اسمها سب تنتوريال اوكوباينج ريجن، بتضعف بتدفع التنتوريوم لفوق، تضغط على السب اركينويد سبيس تقفلها. طب انا ممكن اقفل السوبيري ساجيتال سينس دي ازاي؟ هي دي مش فين؟ الفين اشهر حاجه تقفله يا دكتور الثرومبوسيس. اشهر حاجه تقفل الفين هي عباره عن الثرومبوسيس، وجود جلطه في الفين يا حبيبي. طب اللي ممكن يقفل الاركونيد فيلاي؟ التهابات، خصوصا لو كان اكيوت انفلاميشن، التهاب حاد بيتقفل او الفيلاي بيتقفل من خلال الانفلاماتوري اكسوديت، من خلال الانفلاماتوري اكسوديت. ولو كان كونيك ممكن يتقفل بالفايبوسيس اللي بيحصل مع الكونيك انفلاميشن. يبقى انا عاوز اقفل الاركينويد فيلاي، هتقفلها ازاي؟ والله هقفل الاركينويد فيلاي اما بالانفلامات الاوكسيديت او الفايبوسيس. يبقى تاني كده عشان نحفظ الاسباب بكل سهوله، اسباب الهايدروكيفالاس،
كونجينيتال او اكوايرد يا حبيبي. يعني ايه كلمه كونجينيتال يا دكتور؟ يعني هو مولود بيها. ثلاثه ارنولد كاري مالفورميشن، قلت لك هي عباره عن هينيشن لجزء من السيبيلم او المظله الاوبلونجيتا، او كونجينيتال ستينوزس في الاكوا دكت اوف سيلفس او في الفورامينا. هي مولوده ضيقه، هو مولود بيها ضيقه، هنعمل ايه؟ هو مولود ضيق، فبالتالي السي سي اف مش يعرف يحصل له دريليج. طب الاكوايا دوكوزيس، اما هفتح الحنفيه زياده كويت بيكسر بابلوم، اما هقفل البلاعه زي ما بدانا بالتيومر في الحنفيه، هنبدا بالبلاعه بتيومر برضه، هقفل الفيتيك بتيومر، او اقفل السب اركنويد سبيس عن طريق سب تنتوريال اوكوباين جليجن، او اقفل الفينتيك والسب اركنويد الاثنين بوست من انجيتس ادهيجن، اقفل الاس اس اس بثرومبوسيس، واقفل الاركنويد بالله بانفلاماتوري اوكسيديت او فايبروسيس. طب ايه هي بقى الانواع بتاعه الهيدروكيفالاس؟ انواع الهيدروكيفالاس نوعين يا دكتور. ممكن تقفل عند منطقه البيزل سيستيرنا هنا، وما تقفل عند المنطقه ديت معنى كده ان الفينتيكل الفوس هيكون متصل بالسيد، متصل باللاترال، يعني الفينتيكلز كلها الفينتيكولار سيستم متصل ببعض البعض. عشان كده اول نوع عندنا اسمه كوم يونيكيتنج. اسمه يا دكتور كوم يونيكيتنج. يعني كلمه كوميونيكيتنج، كلمه كوميونيكيتنج يقصد بيها ان الفينتيكولار سيستم كله متصل مع بعض، يعني اللاترال متصل بالسيد ومتصل بالفوس. على فكره التايبز عنوان سهل جدا، ما بينزلش عادة النظر، يعني لان التايبز هم نوعين ما لهمش ثالث ونوعين سهلين، اما كوميونيكيتنج او ممكن يا دكتور بقى يكون نون كوميونيكيتنج. يعني ايه كلمه نون كوميونيكيتنج؟ يعني انت قفلت عند الاكوا دكت اوف سيلفس كده. طب هو انت ما تقفل عند الاكوا دكت اوف سيلفس زعيم اخبار الثيرد فينتيكل هيكون متصل بالفوس؟ لا، فساعتها نسميها نون كوميونيكيت. يبقى تاني ايه هي الانواع؟ كوميونيكيتنج او نون كوميونيكيتنج. يعني كوميونيكيتنج يا حبيبي يعني القفل عند منطقه البيزل سيسترنا. عشان كده انا قلت لك كلمه بيزل سيسترنا دي موجوده فين، وقلت لك على السبوره او على الرسمه موجوده فين. البيزل سيسترنا هي المنطقه دي كده، لو انا قفلت عندها وكل اللي فوقها كوميونيكيت ويز اتش اذر، يعني الفينتيكولار سيستم كوميونيكيت ويز اتش اذر، خلاص يبقى اسمها كوميونيكيتنج. طب ايه اللي يقفل هنا يا حبيبي؟ اللي يقفل هنا اما المننجيز يحصل لها ادهيجن بالمنطقه ديت وتقفل على بعضها البعض، يعني بوست مننجيتس ادهيجن، وده اما بيكون المننجيتس ليها كذا نوع، اما تكون سيبتك مننجيتس او تي بي مننجيتس، يعني مننجيتس سببها ستاف وستيبت اللي بتعمل صديد سيبتك، او تي بي مننجيتس اللي هي بكتيريا التي بي بكتيريا السم. يبقى نوعين الهيدروكيفرس كوميونيكيتنج ونون كوميونيكيتنج. الكوميونيكيتنج انا بقفل عند منطقه البيزل سيستيرن، بيحصل ادهيجن في المنطقه دي، فكل اللي فوقها الفنتيكولار سيستم سليم و100 100. طب اللي يا دكتور ممكن والله اقفل بقى ما بين الفنتيكلز وبعضها البعض، هسد الفورامينا او هسد الاكوا دكت اوف سيلفس، ساعتها نسميها نون كوميونيكيتنج. طب اللي ممكن يعمل كوميونيكيتنج يا دكتور؟ التي بي مننجيتس او السيبتيك مننجيتس. طب ايه اللي ممكن يعمل نون كوميونيكيتنج؟ ما احنا لسه قايلينها يا حبيبي، كونجينيتال ستينوسيس اوف اكوا دكت اوف سيلفس، congenital stenosis of foramina of ventricles، او الارنولد كاري. تعمل بقى communicating ولا non communicating؟ حد ذكي كده. والله الارنولد كاري هي بتقفل بعد الفوس فينتيكل، يعني ممكن تقفل هنا كده فتعمل ايه؟ تعمل communicating. طب هقول لك برضه حاجه، لو انا قفلت مثلا يعني لو انا قفلت الفينتيكلز تيومر او ابسس، ده يعمل كوميونيكيتنج ولا نون كوميونيكيتنج؟ ما هو انا لما اقفل الفينتيكل يبقى الفينتيكل مش هتتصل ببعضها البعض، يبقى ده نون كوميونيكيتنج. طب افرض مثلا يعني انا قفلت في الاس اس اس، يبقى الفينتيكل متصله ببعضها او متصله يا دكتور، يبقى الفينتيكل متصله يبقى كوميونيكيتنج. انت فاهم مش حافظ؟ ماشي، يبقى كده خدنا تعريفه، خدنا اسبابه، خدنا انواعه. باذن الله فاضل لنا عنوان بسيط الا وهو الكومبليكيشن، الا وهي المضاعفات. نبص بقى على الافكت او الكومبليكيشن، موجود عند حضرتك عنوانين، اما افكت او كومبليكيشن. الافكت بتاع الهيدروكيفالاس بيختلف، هل حضرتك الهيدروكيفالاس ده كان جاي عند عيل صغير، وده المعظم وده بيكون سببه كونجينيتال، فالتاثير بتاعه في التشيلدرن غير التاثير بتاعه في الادلت. في التشيلدرن يا دكتور اما السي اس اف يتراكم جوه الدماغ، طبيعي ان الدماغ هيحصل لها انلارجمنت، بس خلي بالك ده قال لك ماركدلي انلارجمنت. الانلارجمنت هنا بيكون ملحوظ ليه؟
لان عظم العيل ما بيكونش لسه لحم، العظم بيكون لسه ما بينه وما بين بعض فواصل، فبالتالي ممكن دماغ العيل ده تكبر، لكن عند الشخص الكبير الادلت مستحيل. اوعى تقول لي ان دماغه هتكبر، ما تكبر يعني مستحيل دماغه خلاص العظم بتاع الجمجمه هو ممكن يموت لكن دماغه ما تكبرش. لكن في التشيلدرن لا، دماغه ممكن تكبر يا حبيبي، وساعتها الانلارجمنت هنا كده بيكون ماركد لانلارجمنت، لدرجه ان الانلارجمنت ده ما بيحصل العظم ده هو مفصول عن بعضه ماسك بمبرين بسيط، لا العظم هيكون سيبريتد عن بعضه البعض، يقول لك سيبريشن اوف كرينيال بون ويتش ابيسن، بتبقى رفيعه قوي وسيبريتد عن بعضها البعض. طب بالنسبه للفينتيكلز بتكون دايليتد وتضغط على البرين وتعمل اتوفي، وده الكلام ده احنا عارفينه. يبقى في التشيلدرن ايه الايفكت يا دكتور؟ والله يا حبيبي الايفكت ان دماغ العيل ده بتبقى لسه في مرحله نمو، فممكن تكبر زياده عن اللازم ماركلي انلارجمنت. الفنتيكل فيها دايلتيشن وعظم الجمجمه سيبريتد عن بعضه البعض، سيبريتد عن بعضه البعض وشكله سن، والفنتيكل الدايريت الضغط على نسيج الدماغ فحصل فيه اتوفي. في علامه كمان والعلامه دي مهمه اسمها صن ست اي. ايه صن ست اي دي؟ صن ست اللي هو غروب الشمس، يعني عيونه عامله زي عيون غروب الشمس. مش فاهم، عيل اهو ده شايف عين العيان بتاع الهايدروكيفالوس، العيان باصص لتحت كده وعينه داخله لتحت كده، عامل زي غروب الشمس، عامل زي غروب الشمس. طبعا بعض بتاعت الموضه وكده والاي شادو والحاجات دي برضه عملوا نفس المنظر كده، وانا بدور على صوره على الصن ست اي يعني، فلقيتهم برضه عاملين نفس المنظر بتاع الصن ست اي، فمش عارف هم عاوزين يمرضوا نفسهم ولا هل ديت موضه ولا ايه بالظبط. بس بعض الفنانات الامريكيه من امريكا يعني هم اللي بيعملوا الحاجات دي، تلاقي عينيهم كده عامله زي الصن ست اي، عامله زي غروب الشمس. موضه بقى، احنا مالناش دعوه، احنا خلينا احنا في الباثولوجي بتاعنا. يبقى الايفكت بتاع الهايدروكيفالوس ممكن يكون في التشيلدرن، وده بيبقى مولود بيه اسمه كونجينيتال هايدروكيفالوس. طب في الادلت؟ في الادلت لا، في الادلت السي سيفا ما يزيد بيزود الضغط جوه الدماغ، يزود الانتراكرينيال تنشن. وامتى الانتراكرينيال تنشن يزيد؟ اما يزيد السي سيف اكتر من 200 ملي متر، اما يزيد السي سيف اكتر من 200 ملي متر، وساعتها هنا الشخص دايما مصدع سيفير هيدك. وخلي بالك كمان يكون عنده السي اس اف اللي زياده ده يضغط على نسيج البرين فيعمل له اتوفي. بس خلي بالك هو هنا احنا مش هندخل في مرحله الاتوفي، لان العين هيكون مات قبل مرحله الاتوفي اصلا، جاست ان هو بيضغط على مراكز المخ بيبدا يحفزها. من ضمن مراكز المخ اللي بيحفزها مركز اسمه السي تي زد اللي هو بتاع الفوميتنج بتاع الترجيع، فما يضغط على المركز ده الشخص ده يرجع، وما يرجعش ترجيع عادي لا، ده يرجع حاجه اسمها بروجكتايل فوميتنج. اما اضغط على السي تي زد ساعتها الترجيع هيكون بروجكتايل فوميتنج. يعني كلمه بروجكتايل، كلمه بروجكتايل نفس الصوره اللي انا جايبها لك دي كده، شايف الدكتور واقف على مسافه والمريض اهو بسم الله ما شاء الله، راح واحد داخل لك داخل لك الاستقبال عنده مننجايتس او حاجه، او قد يكون عنده هايدروكيفالوس مستبعده انك تلاقيها في عيان ادلت يعني. المهم تلاقيه جاي لك كده وبسم الله، وانت بقى طبعا لابس نظاره ولا لابس اي حاجه، ويروح مرجع لك تاجيعه هبك في وشك على طول، قفلك من الاستقبال من قبل ما تدخله اصلا. فالفوميتنج او اللي اسمه بروجكتايل فوميتنج يعني فوميتنج على مسافه ممكن يوصلك وانت قاعد مكانك يعني. اخر حاجه ممكن يضغط على العصب البصري، يضغط على الاوبتيك نيرف. وهما يضغط على الاوبتيك نيرف يا حبيبي يعمل في الاوبتيك نيرف يكون حواليه ميه، اديمه، يعمل اديمه في الاوبتيك نيرف. بنسمي الاديمه اللي بتحصل في الاوبتيك نيرف دي بابيلي ديما، نسميها ايه؟ بابيلي ديما. دي هتاخدوها في رمض باذن الله في اربع انواع من انواع البابيلي ديما، هتاخدوها بالتفصيل. اللي يهمني اسمها بس بابيلي ديما، يعني تاثير على الاوبتيك نيرف، التهابات في الاوبتيك نيرف باكثر ولا اقل. يبقى الهايدروكيفالوس خدنا تعريفه، اسبابه، خدنا انواعه، وخدنا يا دكتور حاجه مهمه الا وهي الايفكت بتاع الهايدروكيفالوس. الايفكت قلت لك في التشيلدرن بيكون كل الحكايه العظم لسه تحت النمو، فدماغ الشخص ده بتكون كبيره ماركد انلارجمنت، مش انلارجمنت عادي لا، ماركد انلارجمنت. غير كده العظم بيبان رفيع وسيبريتد عن بعض البعض، الفنتيكل دايليتد، وما تنساش عينيه عامله زي صن ست اي.
في الادلت يا حبيبي بيزيد عن اكتر من 200 ملم، يبدا يظهر اعراض زياده الانتراكرينيال تنشن. وخلي بالك الاعراض دي مش خاصه بالهايدو كده بس، لا اي حاجه بتزود الانتراكرينيال تنشن بتعمل سي في هيريك وبروجكتايل فوميتنج بابيلي ديما، فدي معروفه يعني، او ما بتبقاش بابيلي ديما قوي يعني، ممكن يعمل بلاد فيجن زغلله. فانا جاي لك برغم مزغلل عندي زغلله في العين، النويه مش واضحه قوي، الرؤيه بلاد فيها وشوشه او في وش كده قدامي، او زي ما يكون في دبانه او في سطوره بتظهر قدامي مره واحده والصوره مش واضحه قوي، وجاكتاري فومتنج برجع لمسافات سيفي هيدك صداع على طول ومستمر ما بيهداش عند الشخص ده. تعالى نقرا معاك بقى المذكره ونحل مع بعض بعض الجمل الان سي كيو عشان نكون فنشنا الحصه بتاعتنا كويس جدا. بص معايا كده يا زعيم، اول حاجه بدا لك في الهايدرو كيفلس ديفينيشن التعريف، دايما لما تدخل على الموضوع اعرف انت هتتكلم ايه على الايتم ديفينيشن، اسبابه انواعه، هنتكلم على الايفكت او الكومبليكيشن هكذا، خليك منظم الموضوع في دماغك كده ما تدخلش عشوائي يعني. قال لك الهايدرو كيفلس هو عباره عن ابنورمال دايليتيشن في الفينتيكل بتاعت البرين بسبب ايه يا دكتور؟ اكسس، وعلمنا على كلمه اكسس، اكيوميليشن اوف سي اس اف، وده بيكون مصاحب اكومبانيت باي يعني مصاحب ب بريجر اتوفي على البرين تيشو. ايه هي النورمال سي اس اف سيكيوليشن؟ السيكيوليشن بتاعت السي اس اف دي ماشيه ازاي؟ نورمالي طبيعي ان السي اس اف بيتكون في اللاترال فينتيكلز عن طريق بريكسس اسمها كويت بريكسس، ومش في اللاترال فينتيكل بس، في الثيرد موجود وفي الفورس موجود كمان، بيعدي خلال الاكوا دكت اوف سيلفس للفوس فينتيكل، ثم بيدخل من خلال البيزل سيستينا للسب اركنويد سبيس، يحصل له ابزوربشن او يحصل له درينج من خلال الاركنويد باللاي اللي موجوده في الاس اس اس السوبيريو ساجيتال ساينس. وادي رسمه توضيحيه برضه للموضوع، اي نعم هي فيها خلل شويه بس رسمه توضيحيه للموضوع، واديني الفيديو اللي انا عرضته بيك اثناء الحصه الاساسيه اظن ان هو وضح لك الموضوع اكتر بكتير. بالنسبه لاسباب الهايدرو كيفلس قد تكون كونجنتال او قد تكون اكوايرد. الكونجنتال كوزز ارنولد كاري مالفورميشن، عاوز تتكيها بقى بلعب ارنولد بتاع ليفربول ولا حاجه مش مشكله ايا كان، ودي عباره عن هيرنيشن في السيدلم والمظله من خلال الفورمين ماجنم، وصورتها يا حبيبي عشان تلاقيها هتلاقيها تحت في الصفحه كده، ادينا حاطط لك صوره الكاري مالفورميشن او الارنولد كاري مالفورميشن، او قد يكون بسبب كونجنتال استينوسز، هو مولود بعيب خلقي استينوسز ضيق في الفورمين بتاعت الفنتيكل او ضيق في الاكوا دكت اوف سيلفس. الاكوايرد مكتوب عند حضرتك خمس اسباب او ست اسباب، الست اسباب هتحفظهم ازاي؟ احفظهم زي ما انا شرحتهم لك. نبدا مع بعض كده وهرتبهم لك على حسب ما احنا شرحناهم. اخر حاجه رقم سته، السبب رقم سته، قال لك كويت بريكسس بابلوما، ده ان انا فتحت الحنفيه، لان لما اعمل بابلوما فهزود السي اس اف برودكشن. طب بالنسبه لان انا اقفل البلاعه، اقفل الفنتيكل ولا هتقفل السباركنود سبيس ولا هتقفل الاس اس اس ولا هتقفل الاركنود فيلاي؟ لو هقفل الفنتيكل يا دكتور هتقفلهم بايه؟ قال لك هتقفلها بتيومر او ابسس، رقم اربعه في ترتيب الاسباب او اللي عند حضرتك موجوده في المذكره او الكتاب، رقم اربعه تيومر او ابسس يقفل الفنتيكل. طب انت عاوز تقفل السب اركنويد سبيس، قال لك اوبريتيشن اوف سب اركنويد سبيس اللي هي رقم خمسه باي سب تنتوريال سبيس اوكيوباينج ريجن بوشنج البرين اب اجينست السكال. يعني ايه؟ مش البرين محط بسكال، محط بمننجيز وفوقها سكال، يعني المننجيز محشوره ما بين البرين وما بين السكال. طب انت لما تكون كتله او ليجن سب تنتوريال هتدفع البرين ضد السكال، ما انت تدفع البرين اهو ضد السكال اهي والليجن اهي، الليجن بتدفع كده والسكال كده، فانت بتدفع ضد السكال. وايه اللي في الوسط؟ اتحشرت في الوسط زي ما كنت شويه دحيحه كده بيتناقشوا بالمنهج وانت في النص اتحشرت ما بينهم، يا غلبان في سيكشن ولا في فليبد ولا في تي بي ال ولا حاجه، الاثنين حياتك يا ضاب وانت بسم الله ما شاء الله. يلا بلاش. المهم يبقى اما تقفل الفنتيكل بتيوم او اسس، اما تقفل السوبر كرونيك بسب تنتيريال سبيس كوباينج ريجن بتدفع البين اجينست السكال. ممكن اقفل الاثنين مع بعض، والاثنين مع بعض عن طريق بوست مننجايتس ادهيجن ويتش بلوك ذا فورمينا اوف ذا فينتيكل، يعني بقفل الفينتيكل اند سب اركنويد سبيس، يبقى انت بتقفل الاثنين بالبوست مننجايتس اللي هي رقم ثلاثه. ممكن اقفل اس 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 عن طريق ثرومبوسس رقم اثنين. ممكن اقفل بقى الاركنويد بالله عن طريق الاكسينيت او عن طريق الفايبوسس، دي رقم واحد. ماشي، يبقى انا كده رتبتها لك اظن تحفظها زي ما احنا قلناها احسن بكتير جدا. بالنسبه لانواع الهايدرو كيفرس كوميونيكيتنج او نون كوميونيكيتنج، كوميونيكيتنج يا حبيبي اما يكون في اوبستراكشن عند منطقه البيزل سيستيرن، حيث ان الليفل عند منطقه الليفل بتاعت الميد برين باي اورجانيزد انفلاماتوري اوكسيديد، تتقفل بالانفلاماتوري اوكسيديد من خلال سيبتك او تي بي من انجايتس، كل المستويات اللي فوق الحته دي
above this level all the passages كل الممرات بتاعت السي سيف are violated and communicated with each other بمعنى اخر ان الفوس فينتيكل متصل باللاترال فينتيكل متصل بالثيرد الاكوا ضغط سليمه كله سليم 100 100 متصل ببعض non communicating obstruction اوكي above the level of فوس فينتيكل فوق الليفل بتاع الفوس فينتيكل which won't communicate with the with aqua duct مش هيتصل مع الاكوا ضغط يبقى في مشكله يبقى الثيرد او اللاترال ما اتصلش بالفوس يبقى ساعتها انت بوظت او قفلت الفنتيكولار سيستم وده نون كوميونيكيتنج. الايفكت في التشيلدرن غير الادلت في التشيلدرن هيجي اسمه كونجنتال هايدروكيفرس قلت لك هتاخده في البيدياتكس بالتفصيل ماركلي انلارجد في الاوس والعظم يكون مفصول عن بعضه سيبريتد وبيكون يبان ان هو رفيع جدا ثن الفنتيكل بتكون دايريتد وتضغط على البرين تيشو واهم حاجه سانست اي مميزه جدا 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 في الادلت علامات زياده الانتراكرينيال تنشن زياده الضغط في المخ يعمل سي في هيدك بروجكتايل فوميتنج زود كلمه بروجكتايل ويعمل بابيلي